يبدو أن الكتب الجوالة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم ومعها عربة الميلاد ورحلات الوزراء ستؤخر ملف تعيين رئيس للأركان أو اكتمال أعضاء المجلس العسكري. وفي آخر المعلومات أن تيار المردة اقتنع بالسير بمسألة تعيين رئيس الأركان، وهذا ما لمسه وفد الاشتراكي في زيارته النائب توني فرنجية، إلا أن محاولة جدولة جلسة لمجلس الوزراء يوم السبت وتمرير التعيينات لم تنجح بعدما اصطدمت موانع وزارية، منها سفر الوزراء خلال عطلة الأعياد. وانطلق هذا المسعى من مبادرة تبرع بها كل من الوزيرين محمد وسام المرتضى وعصام شرف الدين، وهي مع الوزير موريس سليم، فتواصلا معه لإجراء صلحة وأبلغهم أنا مستعد أنزل عند الرئيس ميقاتي وأقف على خاطره. أما آخر اتصالات الساعات الماضية فأفضت إلى الاصطفافات التالية: الثنائي الشيعي يجنح نحو تعيين مجلس عسكري متكامل على أن تكون له الكلمة في اختيار المدير العام للإدارة وتحديدا نائب مدير المخابرات العميد رياض علام وهو شيعي، والعميد فادي مخول أرثوذكسي كمفتش عام في المجلس العسكري. وفي معلومات الجديد أن وفد الاشتراكي وبعد لقاء النائب توني فرنجية مستمر في مساعيه للدفع نحو تعيين رئيسا للأركان، وأيضا الشروع في جولة استطلاع سياسية رئاسية على أن تكون المحطة التالية مع النائب فيصل كرامة ونواب الاعتدال ومن ثم حزب الطشناق ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية. أما بالنسبة لحركة أمل فلا مانع لديها بالسير في ملف التعيين. عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم كشف من برنامج هنا بيروت أن الرئيس نبيه بري، وانطلاقا من جو التوافق والتفاهم الذي ترجم في جلسة مجلس النواب الأخيرة أو ما يعرف بجلسة التمديد لقائد الجيش، فإنه بصدد البدء بعد رأس السنة بحراك فاعل مبني على رؤية إيجابية، وذلك لتذليل كل العقبات التي تواجه الاستحقاق الرئاسي. مع بداية السنة سيكون هنالك حراك وتحرك لدولة الرئيس نبيه بري بموضوع رئاسة الجمهورية وفق آليات ورؤية طبعا تستند إلى واقع ما حصل للبناء الإيجابي بما يخص انتخابات رئاسة الجمهورية، واعتقد انه الظروف قد تساعد وتساهم في إنجاز هذا الاستحقاق بأسرع وقت. أي نوع حراك؟ هل هو يشبه الدعوة لطاولة حوار؟ لأنه كان في رفض من قبل القوى السياسية. كان في رفض بس اللي حصل بموضوع هذه الجلسة، الإعداد لهذه الجلسة وإنجاح هذه الجلسة، حصل نوع من التواصل للوصول لتفاهم. لم نعمل هذه الجلسة ما وصلنا لها إلا وهذه النتائج اللي وصلنا لها اللي شافتها الناس، ما أنا بس هيك هي صورية، هذه احتاجت لجهد ولتواصل وتشاور لأنتجت هذا التفاهم والتوافق، وقادرين نحن بإسقاط هذه الروحية على موضوع انتخابات الرئاسة أنه نوصل لانتخابات. رأى وزير الصناعة جورج بوشيكيان أن الكلام عن إمكانية انتخاب رئيس سابق لأوانه، وذلك رغم الحركة المكوكية التي سنشهدها بعد الأعياد، مؤكدا أن الكلام الجدي يبدأ بعد انتهاء حرب غزة وتحديد مواقع المنطقة. ومن برنامج الحدث تحدث بوشيكيان عن وساطة وزارية لرأب الصدع بين الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم بمن يمثل، وتفضي إلى تعيين رئيس أركان. أكد أنه في اتصالات وفي أي مستوى الاتصالات؟ وزراء. أوكي، لأنه بهذا الموضوع يعني عم تعملوا مرسال المراسيل بين الرئيس ميقاتي وموريس سليم، لكن إن شاء الله ما بنوصل سحب السفرة يعني. لا ما لنا قصة المرسال، إن شاء الله نقدر نوصل نرجع نجمع دولة الرئيس مع وزير الدفاع ونقدر مثل ما قلت هذا الموضوع. في اتصالات جدية، في إيجابيات، في إيجابيات إذا أراد، في إيجابيات أكيد، مشان هيك نحن دورنا نلعب على نقدم قواسم مشتركة بين الفريقين. وفي مقترحات بهذا الإطار، إجا جبران بسير اقترح أنه خلي يكون قرار ممضي من 24 وزير، مش من بس رئيس الحكومة، ينوب عن رئيس الجمهورية كل الوزراء ساعتها، مش رئيس الحكومة. وفي اقتراح تاني بيقول أنه موافقة التيار الوطني الحر على توقيع تلتين المجلس، يعني يكون في تلتين الوزراء. هذا نحن هي الأقرب للتحقيق، هي الأقرب للتحقيق، هو إذا قدرنا توصلنا لتفاهم مع وزير الدفاع اللي هو من الطرف السياسي من قبل الوزير جبران، هيدا بتكون أقرب الحلول. على أي قاعدة؟ على قاعدة تلتين الحكومة ولا أمضاء الأربع وعشرين؟ نحن الواقع الموجودين فيه، نحن الواقع الحكومي نحن الموجودين، يعني تلتين الحكومة لأنه بالدستور، معلش
بالدستور ما في شيء بيقول 24 وزير، ما في شيء. ممكن أن تثمر اتصالات اللي عم تعملوها ومحاولة رقب الصدع اتفاق قبل نهاية السنة بشكل أنه نختم 23 بجلسة تعيين أو بتروح على السنة الجديدة؟ ممكن وممكن تروح الأكثر بتروح على السنة الجديدة. أرجحية أنتم عم بتجربوا أنه تعملوها سنة الجديدة، بس إذا لا إذا مش هيك بتروح على سنة 2024. بعد ثبوت عدم ارتكاب أي مخالفة، قررت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة وبرئاسة المدعي العام القاضي فوزي خميس حفظ الكتب الموجهة من وزير الدفاع موريس سليم إلى ديوان المحاسبة، وهي تتعلق بتحقيق في كيفية صرف الهبة القطرية للجيش اللبناني كما وسائر الهبات المالية والعينية للجيش والاتفاقيات الرضائية وبيع وشراء لوازم وعتاد للجيش. قرار ديوان المحاسبة أتى بعد الاطلاع على الكتب الصادرة عن وزير الدفاع الوطني موريس سليم وكتاب بقائد الجيش العماد جوزيف عون، والذي أودع الديوان كل المعلومات والمستندات ذات الصلة بالملف الراهن، وضمنا كيفية توزيع الهبات بالأرقام وببيانات رسمية صادرة عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، والتي تحدد فيها مواعيد تسليم كل دفعة من قيمة المساعدة القطرية للعسكريين، والتي ارتأت تقديمها لضباط وعناصر الجيش اللبناني عبر المؤسسة مباشرة. أما فيما يتعلق بصفقة شراء أحذية الرينجر للعسكريين بالتراضي وشراء لوازم وعتاد للجيش، فقد جرى تمويلها بالكامل من الأموال الخاصة العائدة للجيش اللبناني، وتحديدا من أموال التبرعات التي كان يقدمها الأفراد إلى قيادة الجيش، وهي ليست من الأموال العمومية الملحوظة اعتماداتها في موازنة وزارة الدفاع الوطني. وقد ألفقت كل هذه المعاملات أو معاملات الإنفاق بسنداتها القانونية، ما ينفي ارتكاب أي مخالفة في هذا الخصوص. زارت السفيرة الأمريكية دوروثي شاي الصرح البطريرك، حيث التقت البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وهي زيارة وداعية بعد مهمة دبلوماسية استمرت في لبنان 3 سنوات. أما خليفة شاي فستكون ليزا جونسون، والتي تستعد لتسلم مهامها الدبلوماسية مطلع شهر كانون الثاني المقبل، على أن تكون القائمة بالأعمال في السفارة في بيروت إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية لتقديم أوراق اعتمادها له. هذا وتنقلت جونسون بين مواقع حساسة في العالم من أفريقيا إلى بروكسل، كما عينت داخل الولايات المتحدة مديرة لمجلس الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط ومديرة لمكتب إسرائيل السياسي العسكري في الخارجية الأمريكية، كما أنها تعرف لبنان جيدا، وسبق أن عملت في السفارة الأمريكية في بيروت بين عامي 2002 و2004. وعلى رغم علاقاتها الدبلوماسية والسياسية اللبنانية، إلا أنها بعيدة كليا عن التصريحات ومواقع التواصل الاجتماعي. زار الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي علي حجازي يرافقه أعضاء القيادة المركزية الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأربعاء، وذلك في لقاء استمر أكثر من 1.5 ساعة، وهو اللقاء الأول بين الأسد وحجازي. وقد أكد الرئيس السوري حرصه على أمن واستقرار لبنان، واعدا بمعالجة بعض الملفات التي تعني المواطن اللبناني وتسهم في تعزيز صموده خلال أزمة الاقتصادية اللبنانية. من هذه الملفات المنح التعليمية، كما كشف حجازي عن تفعيل إجراءات قانونية جديدة على الحدود اللبنانية السورية قريبا. عربيا، رأى الأسد أن العلاقة مع الدول العربية جيدة وهي في تحسن تدريجي، وفي المعلومات أن تبادلا للسفراء بين سوريا وإحدى الدول سيعتمد قريبا. أما في قراءة للمشهد الدولي، فقد قال الرئيس السوري بشار الأسد أن الأمريكيين أثبتوا من خلال التجارب ألا حلفاء لهم، وأن انتصار روسيا في الحرب على أوكرانيا سيصنع تحولا في المشهد السياسي العالمي.